حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وُضع عشاء أحدكم وأُقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام."